تمر عليها إلا بضعة سنتيمترات تكاد لا تلاحظ. رايا الكفيري يلقبونها بأعجوبة العجب، فحين تراها تسبقك الدهشة، فهي طفلة كباقي الأطفال بمتطلباتها ووعيها وذكائها، لكنها دمية بنموها الجسدي، تبدو بحجم ألعابها أو أصغر بقليل. أي صف أنت؟ أول. يا سلام، شو تعلمتي؟ واحد. وإن تعلمت طريقتها بالكلام تستمتع بحديثها لتذهب الدهشة ويسكن الإيمان قلبك لتصبح حالة تتعامل معها بطبيعية.